أنا اسمي أنور الجولاني، ساكن في البيت هون، ومرقت الساعة 9 تقريبا، دق علي على البيت، بقول مين؟ قال أنا من البوليس. قلت له تفضل. قال لمين هدول الكاميرات؟ قلت له إلي. قال معلش أشوفه. قلت له أنا فيش عندي هارد ديسك يعني بسجلش. قال لا معلش بدي أشوف. قلت له شوف. دخل فحص تأكد، عاود طلع برا، قال لي طب لمين هدول؟ قلت له دار أخوي. دخل على دار أخوي برضه نفس الشيء، ما لقاش. قلت له طب ايش في؟ بيقول لي في 2 يهود خربوا عندكم فوق 5 سيارات، بعتوا عجال وكاتبين على ترك كلام بالعبراني ما بعرفش ايش. المهم بدنا نطولهم، احنا مسكناهم بس بدنا نتاكد 100%. وهذا اللي صار، اخذوا الدي في ار تبع دار اخوي عشان هو قيمته من الكهرباء، بتفكر هي بتسجل ايش، طريقته كانه بتسجل ما بعرف. اخذوا النهارده هذا الدي في ار، قالوا لها ان شاء الله بنرجعه يا اليوم يا بكره، وهذا كل اللي صار. 5 سيارات بس مش من اهل الحي، السيارات من ما بعرف، سيارات صفين فوق على الجبل، والشاحنه لا لنا لاهل الحاره الواحد.